انطلقت قافلة المواد الغذائية والمساعدات التي تتكون من 19 شاحنة بمحافظة بني سويف ضمن فعاليات مبادرة قطار خير التحالف التي تنفذها مؤسسات التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي للتخفيف عن كاهل المواطنين الأكثر احتياجا والأولى بالرعاية، حيث تشارك في القافلة 12 مؤسسة وجمعية. المشهد العظيم اللي احنا شايفينه ده قطار الخير للتحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي، ومحطته المرة دي كانت في محافظة بني سويف، وزي ما احنا متعودين انه دايماً بيحتوي على خير كتير لأهلنا في كل مكان، ما بين مساعدات غذائية وعينية وشنط وأدوات مدرسية، وده من خلال أكتر من 300 متطوع ومتطوعة بيشتغلوا زي خلية النحل. كل المساعدات اللي احنا شايفينها دي مش بس المساعدات اللي هتتقدم لأهالينا في محافظة بني سويف، ولكن احنا عندنا عدد كبير من المساعدات بتنقسم ما بين المساعدات وما بين التنمية. بنعتبرها هدية من السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي مقامد رئيس الجمهورية لأهالينا في كامل مراكز بني سويف اللي عددهم 7 بعدد 225 قرية. مساعدات ل 11500 أسرة، بنتكلم على مساعدات للغارمات كمان وحل أزمة كانت كبيرة جدا بتهدد بيوتهم وسلمهم. بنتكلم كمان على ملابس وبنتكلم على شنط مدارس واحتياجات المدارس. أكتر من 16 شاحنة تريلا بيمثلوا أكتر من 12 مؤسسة من مؤسسات التحالف الوطني. الشاحنات دي هتطلق في أرجاء المحافظة وهتوصل لأهلنا في القرى، خاصة الفئات الأولى بالرعاية. كمان الدكتور مصطفى محمود جايب لهم 2500 شنطة مواد غذائية، زي ما حضرتك شايف احنا جايبين زيت، سكر، كل السلع التموينية المطلوبة. بنشارك كمؤسسة بألف شنطة مدرسة وألف أدوات مدرسية وألف كيلو لحمة وألف مواد غذائية. مشاركين في الاصطفاف بحوالي 4 طن لحوم لعدد 2000 أسرة، ومشاركين كمان بحوالي 1000 كرتونة مواد غذائية، ومشاركين بألف شنطة مدرسية لطلابنا في المرحلة الابتدائية. مجهود كبير وعظيم بيقوم به التحالف الوطني لخدمة أهالينا في كل مكان، وده الهدف اللي دايماً بيسعاله من خلال مؤسساته المنتشرة في كل مكان.